من جانبه أعرب رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عن تقديره لدعم مصر للمؤسسات الليبية. فالحق منتصر مهما يتصل سلطان الباطل، وسرح الجور مندك مهما يشيد بأضخم الأحجار وأصلب الصخور. ستعود ليبيا آمنة موحدة مستقرة بعزيمة أهلها ودعم إخوتنا. شكرا لكم فخامة الرئيس تلبية الدعوة وعلى هذا الدعم الواضح والصريح من رئيس مصر وشعبها ومجلسها الموقر للشعب الليبي للشرية المنتخبة من ليبيا. تعيش ليبيا حرة ويحيى أهلها ويقطع الله دابر اللي بهدلها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.